فرقاء الأمس يلتقون اليوم ضمن تشكيل جديد اصطلحوا على تسميته بجبهة الخلاص الوطنية، يضم أحزاب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحركة تونس الإرادة وحزب الأمل وخمس تنظيمات معارضة لقرارات الرئيس سعيد. اليوم احنا في جبهة الخلاص الوطني نعتبر أن من مقتضيات خروج تونس من المحنة اللي هي فيها هو أن تتشكل حكومة إنقاذ وطني على أساس برنامج إنقاذ فعلي. مؤيدو الإجراءات الاستثنائية يرون أن هذه التحركات لا تهدف إلى خلاص تونس بل إلى خلاص النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، ويطالبون الرئيس سعيد بمواصلة الإصلاحات السياسية. هذه الجبهة نحن نعتبرها جبهة إنقاذ لا وطنية، لأنها جبهة لإنقاذ حركة النهضة والإخوان المسلمين، والإخوان لا علاقة لهم بالأوطان. ويرى المتابعون للمشهد التونسي أن تحرك الفاعلين السياسيين على مختلف توجهاتهم يهدف إلى المناورة وتحسين التموقع إعدادا للمرحلة القادمة. هي مجرد مناورة بعد أن تيقن الجميع بأنه لا مجال لعودة البرلمان ولا إمكانية لفرض حكومة كما قيل، وبالتالي المراهنة على عنصر الزمن، على الاستثمار في أخطاء وبطء رئيس الجمهورية، ومحاولة المراهنة على العودة للشارع. في النهاية هي محاولة للخلاص الذاتي أكثر منها خلاص للوطن. وفي ظل مشهد سياسي متحرك تتوجه الأنظار صوب الاستحقاقات الانتخابية القادمة، في ظل تراجع مدون لمنظومة النهضة وحلفائها خلال العشريات الأخيرة. يقف فرقاء السياسة على طرفي نقيض فيما تبقى من مرحلة الإجراءات الاستثنائية التي طوت شهرها الثامن بين داعم لها ومطالب بالرجوع عنها، في وقت يمضي الرئيس سعيد قدما في تركيز واستكمال محطات المرحلة الانتقالية وتطهير المشهد السياسي قبل الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وليد عبد الله، العربية، تونس.